السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابع الكرام. الفنانة اللي معانا النهاردة هنتكلم عن عليا عبد المنعم التي رحلت مظلومة وتركت الوظيفة من أجل الفن وحرمت من البطولة المطلقة، وهنبدأ نتكلم النهاردة عن حياتها الشخصية وكمان حياتها الفنية اللي كتير مننا ما يعرفهاش. الفنانة عليا عبد المنعم شاركت خلال مسيرتها الفنية بالعديد من الأفلام، ورغم ذلك لم تحقق حلمها في البطولة المطلقة. وبدأت عليا عبد المنعم مسيرتها من معهد التربية الموسيقية، لكن حلمها في الالتحاق بالوسط الفني والتمثيل كانوا أقوى من التحاقها بالمعهد الموسيقى، وتركت عليا وظيفة التدريس وقررت الالتحاق بمهنة أخرى في البرامج التلفزيونية أو الإذاعية، وجعلها أقرب من الوسط الفني والكاميرات. وبالفعل عملت كمعدة للكثير من البرامج الموسيقية، ومنها اقتربت إلى بوابة الاستوديوهات الفنية، وحققت أولى حلمها في الحصول على دور في فيلم باب المفتوح عام 1963، لكن القدر لم يحالف عليا في كثير من الأمور، حيث أدت الفنانة عليا الراحلة أدوار ثانوية في كافة الأعمال اللي تمت مشاركتها فيها، وسواء كان أم أو أخت أو صديقة للبطلة. ومن أشهر أعمالها كان رجل بلا تمن والشقيقتان ورود الفرج وضربة معلم والعديد من الأعمال الشهيرة اللي شاركت فيها بس بدور ثانوي. أما عن أقرب أصدقاء في الوسط الفني للفنانة عليا عبد المنعم فكان الراحلة شويكار وكمان الراحل فؤاد المهندس. وبالنسبة لزيجات الفنانة عليا عبد المنعم، هي تزوجت من خارج الوسط الفني ولمرة واحدة فقط، وأنجبت 5 أبناء، 3 فتيات وولدين. والفنانة عليا عبد المنعم هي من مواليد يناير عام 1929 بحي الحلمية، وظهرت موهبتها الفنية مبكرا، ووجدت والدها يشجعها على مواصلة مشوارها الفني واحترافها التمثيل. كما شاركت الفنانة في أكثر من 100 عمل سينمائي، ومن أشهرهم كان دور المحامية في عدو المرأة مع رشدي أباظة، وده كان 1966. أما عن آخر أعمالها الفنية فقبل وفاتها كان فيلم رجل بلا تمن، وده كان عام 1993 مع إلهام شاهين ويوسف شعبان. ورحلت عن عالمنا الفنانة عليا عبد المنعم في 7 يناير 1994 عن عمر يناهز 65 عام. رحم الله الفنانة القديرة عليا عبد المنعم.